صدق الله العظيم صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبلغ رسوله الكريم الذي أرسلته إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم زيننا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعة اللهم ارزقنا القناعة اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا
اللهم تقبل سجودنا، اللهم اهدنا بهداية القرآن، ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن، وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة بالقرآن، وقض حاجاتنا من حاجات الدنيا والآخرة بالقرآن. اللهم اشف أثقالنا وأعلاننا بحرمة كلامك القديم، وهون علينا سكرات الموت، وهون علينا سكرات الموت يا أرحم الراحمين. برحمتك يا الله، برحمتك يا رحمن، برحمتك يا رحيم. يا الله يا الله يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا كبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا واسع يا الله يا متعال يا الله يا بر
الملك ذو الجلال والإكرام يا الله يا ضار يا الله يا عفو يا الله يا عفو يا الله يا عفو يا الله يا عفو يا الله يا نافع يا الله يا نور يا يا نور يا الله يا هادي يا الله 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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم جميع أمة محمد اللهم ارحم جميع أمة محمد اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم واستجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.